أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة، حي على الفلاح. قد قامت الصلاة، الله أكبر، الله أكبر. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. استووا واعتدلوا، سووا صفوفكم واعتدلوا. الله أكبر، الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، ملك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. يا أيها الذين آمنوا، كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. أياما معدودات، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مساكين. فمن تطوع خيرا فهو خير له، وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصم، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تتقون. الله أكبر، الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر، الله أكبر. يسر لنا كل. الله أكبر، الله أكبر. الله أكبر. ما توفنا مسلمين. الله أكبر، الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، ملك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وإذا سألك عبادي عني
سمع الله لمن حمده. لك الحمد. الله أكبر. الله أكبر. يا حي يا قيوم. أشكر يا رب يا حي. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. أين أنت السلام؟ السلام عليكم. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله يا معين. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب
والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى بسم الله الرحمن الرحيم هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم الله أكبر الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود
السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. والنهار إذا جلاها
والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها كذبت ثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها فلا يخاف عقباها. الله أكبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. لك الحمد. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى إن سعيكم لشتى فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى وما يغني عنه ماله إذا تردى إن علينا للهدى وإن لنا للآخرة والأولى فأنت
سميع الله لمن حمده. لك الحمد. الله أكبر. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. استغفر الله. استغفر الله. استغفر الله. أتوب إليك يا حبيبي. واسجد واقترب. بسم الله الرحمن الرحيم.
ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. الله سميع الله لمن حمده. لك الحمد. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. أفلا يعلم إذا بعثر
وحصل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الله. لكم دينكم ولي دين.
بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. ولك الحمد. الله أكبر. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله.
ورحمكم الله. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، ملك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. إنا أنزلناه في ليلة القدر، وما أدراك ما ليلة القدر؟ ليلة القدر خير تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر، سلام هي حتى مطلع الفجر. الله أكبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. الله أكبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. Thank you.
أكبر الله أكبر. سمع الله لمن حمده. لك الحمد. الحمد لله الذي جعل الحمد فاتحة كتابه. اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله وإليك يرجع الأمر كله على نيته وسره. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. سبحانك لا نحصي ثناءً عليك أنت كما أثنيت على نفسك. الحمد لله الذي أكرمنا بالإسلام. الحمد لله الذي من علينا بهذا الشهر المبارك. الحمد لله على الصيام والقيام. الحمد لله على تلاوة القرآن. الحمد لله كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه. اللهم لك الحمد أن جعلتنا من أتباع سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. الحمد لله الذي جعلنا من أتباع سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين والآخرين، وصل عليه في كل وقت وحين، وصل عليه إذا رضيت، وصل عليه بعد الرضا. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قل صدق الله، فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفا. صدق الله، ومن أصدق من الله قيلا. اللهم تقبل منا ختم القرآن، وتجاوز عنا ما كان في تلاوته من سهو أو نسيان أو تحريف أو تقديم أو تأخير أو زيادة أو نقصان أو تأويل على غير ما أنزلته أو تعجيل عند تلاوته أو كسل أو زيغ اللسان أو وقوف بغير وقف أو إدغام بغير مدغم أو إظهار بغير بيان، فاكتبه منا على التمام والكمال والمهذب من كل الألحان، وارزقنا فضل من قرأه مؤديا حقه مع الأعضاء والقلب واللسان.
اللهم اجعلهم جميعا من العتقاء برحمتك يا الله يا الله يا أرحم الراحمين. اللهم اهد شبابنا اللهم اهد شبابنا اللهم اهد شبابنا واجعل قرة أعينهم في دراستهم وصلاتهم يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم أصلح الراعي والرعية برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ارفع عنا الوباء اللهم ارفع عنا الوباء اللهم ارفع عنا الوباء اللهم ارفع عنا الغلاء اللهم ارفع عنا الغلاء والربا والزنا وسوء الأخلاق. اللهم حسن أخلاقنا واجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهلك وخاصتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمنافقين ودمر أعداء الدين واجعل هذا البلد أمنا سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين برحمتك يا الله برحمتك يا الله برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا الذنوب التي تنزل البلاء اللهم اغفر لنا الذنوب التي تحبس الدعاء اللهم اغفر لنا الذنوب التي تحبس الدعاء اللهم اغفر لنا الذنوب التي تقطع الرجاء يا من ذكره دواء يا من ذكره دواء يا من ذكره دواء وطاعته غناء ارحم من رأس ماله مرجا وسلاحهم البكاء برحمتك يا ودود يا الله برحمتك يا حنان يا منان يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك في ختام هذا الشهر المبارك أن تجعلنا جميعا من العتقاء من العتقاء يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم.